احنا هون عندنا معصر قديمه حجر، بيجي لعنا الزيتون نضيف كويس ما فيه لا ورق، نضيف محطوط بكياس نايلو، نضاف نهارين الثالث لنعصر الزيتون ما بصير يطول عنا. بيجي الزيتون على الجرش، بعد الجرش بروح على الحجر بنطح الناعم، بعدين بنصف على اطباق الزيت، على الكبس بروح على المكبس، على مكبس الزيتون تم بضغط المكبس تيصل ل 400 طن، بروح على حواض الزيت، حواض الزيت بتعزل الزيت لحال والمي لحال، بترجع تجي آلة النوب اسمها الفرازي تفرز الزيت لحال والشوائب لحال، وبعدين بتتعبى بالتنك الزيت، وهيك بكون صار زيت تمام 100% بإذن الله. الزيت الحجري بتم طعمته أطيب نكهة، وبضم زيت الحجر أطيب لأني على البيرد، لأني العصر الحجري يختلف عن هذاك لأني بيقيم أكثر، وثاني المكنة هي على الحجري على البيرد مو على السخن مثل المكنات الحديثة. وانا زلمه الزيتون من عندي من ارضي، يعني ما انا مو شغلي تجاري يعني لبيتي، هاي الغايه من الموضوع.